شافت عرابي ونادته السفر لا وين، قل لها يا حرة سفرتي وادي الغريين. قالت دخيلك سو معانا اليوم معروف، مكتوب من عدنا توصل أرض لطفوف، تحظى بشفاعتنا بيوم الفزع والخوف، ويشفع لك الهادي ومكسورة الضلعين. قالها يا من جدك يدير الفلك بيده، الله كتبها تصير سفرتنا سعيدة. جيبي جيبي الكتاب نسلمه لحسين بيده، وإن كان راد الله سعدنا بنصرة حسين. شال الكتاب وراح عنها يقطع البيد، ليل ونهار يسير ما يوقف ولا يهيد، وصلوا لنا حسين يصفج ايد بايد، واقف على انصاره واخوته كلهم مطاعين، سلم عليه وسلم ذيك الامان، وحسين قال لمنين هالمكتوب جان، قال له يا من جدك بدين الله هدانا، نرض المدينة رسلوني آل ياسين.